برحب بيكم مرة تانية في مانيا جده. الأيام دي بتوافق حملة الحقيقة اسمها حملة 16 يوم، 16 يوم من يوم 25 نوفمبر ل 10 ديسمبر. دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن العنف أو مناهضة العنف ضد السيدات. اتكلمنا كتير في حلقات سابقة عن العنف ضد المرأة، لكن النهاردة الحقيقة هنتكلم عن موضوع تاني، عنف بشكل مختلف. العنف ده معانا كل يوم الحقيقة، ماسكين موبايل، والموبايل ده عليه كل حاجة، عليه فيسبوك، عليه مواقع التواصل الاجتماعي، عليه انستجرام، عليه صور بتاعتنا، عليه فيديوهات، عليه حاجات كتيرة قوي. في لحظة كده ممكن حد ينقل كل الحاجات دي ويهددك بيها. ده يعتبر نوع من أنواع العنف. تعالوا نتكلم عنه وإزاي نعرف نحمي نفسنا ونقي نفسنا من العنف الفظيع اللي أحيانا بيهدد الحقيقة حياة أسرة بأكملها. كل ده هنعرفه مع ضيفتنا اللي بتشرفنا وبنسعد جدا بوجودها معنا النهاردة، أستاذة نورة محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة. أهلا بحضرتك. أهلا بيكو. أهلا. نوراني يا أستاذة نورة. والحقيقة هو مش عنف بس، هو كمان نوع من أنواع التحرش. يعني كنا دايما بنشوف أنواع التحرش كتير جدا في الشارع. بالزبط. يعني خلي بالك وانت نازلة الشارع، احنا بنسمع عن تحرش لفظي، بنسمع عن تحرش جسدي، لكن هو مش جديد اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. انا عارفه ان هو بقاله فتره، لكن في كتير مننا ما يعرفهوش. فاحنا عايزين النهارده نعرف الناس ايه هو التحرش الالكتروني، او بيتم ازاي التحرش ده. تمام. طبعا هو يعني بشكركم ان انتوا تناولتوا الموضوع ده، لانه فعلا بقى من الموضوعات الهامه، واللي بيعكس كمان زي ما قلت هو مش جديد، لكن هو مع التطور ومع التكنولوجيا بتتطور كمان الجرائم اللي بترتكب، وللاسف بيكون معظمها واقع على النساء، او العنف بتاعها بيكون مضاعف على النساء، لانه دايما قضايا النساء بتكون مرتبطه بثقافه وبعادات وبتقاليد بتخص المجتمع، فبتكون شويه حساسه وليها خصوصيه. الابتزاز الالكتروني او يعني بتعريفه الصحيح، او التحرش الجنسي عن طريق الانترنت ووسائل التواصل، هو بيكون عن طريق التهديد او الترهيب لضحايا. طبعا بيقع منه ضحايا رجال ونساء، لكن بما اننا معنيين اكتر بالجزء اللي يخص النساء، فبيبقى ترهيب مقابل الحصول على منفعه. المنفعه دي احيانا بتكون ماديه او معنويه، والمعنويه اللي بتكون في صور بقى معاملات جنسيه او جرائم او غيرها من العلاقات. صحيح. اللي بتكون يعني بتعود على منفعة أو مصلحة تخص الجني. وفعلا في الآونة الأخيرة دي انتشر جدا معدلات التحرش الجنسي، لأني محدش مش ماسك موبايل دلوقتي زي ما قلت يا أستاذة ميربت، محدش بقيت هي الأسهل للحصول على المعلومات، أو أني أنا أتبادل حالتي أو معنوياتي، أو أنا وضعي دلوقتي إيه، أو بحب إيه، أو بعمل إيه، أو صوري أو كده. فبقى للأسف بقى في قراصنة، أو بتبقى بتتم عن طريق مجموعات، أو أحيانا بيبقى عن طريق أفراد، وممكن يبقى أفراد مقربين، فهي ليها تركيبة معقدة كده والسياقات كتيرة. عرفنا من حضرتك ايه هو التحرش الالكتروني وايه اللي بيحصل، فخلينا نعرف دلوقتي من حضرتك لو اي فتاة، اي امرأة، اي رجل حتى تعرض لمثل هذا التحرش الالكتروني، اول حاجة يعملها ايه؟ اول خطوة يلجأ لمين او يتصرف ازاي؟ في عدة خطوات، في خطوات بنشتغل عليها أو الشخص ممكن يشتغل عليها على المستوى التقني، وفي حاجات بتبقى خاصة بالجزء الإجرائي والجزء القانوني الخاص بالإجراءات اللي هياخدها الضحية. أولا فيما يتعلق بالجزء التقني، إحنا مهم جدا بما إن البرنامج كمان بنعمل بيشتغل على الوقاية، إنه أنا منشرش أي معلومات سرية أو حاجات تخص حياتي الشخصية أو صور تكون فيها حساسية ليا على الإنترنت، إني كمان أحافظ على كلمة الأمان أو الباسورد بتاع الأمان بتاعي، إن تبقى حاجات مش أرقام شبه بعض أو تاريخ ميلادي، إحنا كلنا بنستسهل رقم موبايلي رقم، فدي حاجات بتكون سهل جدا للاختراقات، وبالذات لو المتحرش ده من الأقارب، من الأقارب أو من الدايرة أو أنت كمان. لأ، في دلوقتي مواقع. صحيح. بتبقى رابطة الحساب بتاعك بإنك تدخلي رقم موبايلك أو تاريخ ميلاد أو مش عارف، فإحنا بقى من نوع الصدق فندخل الحاجات الحقيقية، فده بيبقى أسهل. بالظبط. أو إن ممكن يجي
حد قريب منك يشارك معاكي لينكات، افتح صحيح. اللينك في مفاجاه، في مكافاه، في مش عارف لينكات ايه. لينكات دي مشاكل كبيره جدا ما يعني وبقاش دايما اللينك دلوقتي بقى فيه كمان انواع تانية من الاختراقات بتكون برضو عن طريق الفيسبوك بقى اي حاجه او البريد بقى. الالكتروني يعني انا دلوقتي واقعه يعني احنا مثلا لانه كمان التصيد انا مؤسسه نسويه بشتغل على دعم الستات اللي بتتعرض، فممكن يجي لي بريد مثلا انا واحده من دوله مش عارف ايه ورصيدي واقف ومحتاجه فلوس علشان بس اقدر اعمل، انا ما ببعتش ابدا ريبلاي وبندلت الحاجات دي على طول، ده اول اجراء. اذا فعلا وقعت برضو حضرتك في نقطه مهمه، بما ان حضرتك بتتكلمي عن الطرق المختلفه للاختراق، احيانا انا بلاقي مثلا حد كاتب قصه شيقه جدا وفي الاخر بقى في النهايه اللي انا هموت واعرف دي ايه، عايز ايه بقى ابص الاقي يقول ايه وبنهايه تكمله القصه في اول تعليق والتعليق ده ابص الاقي فيه لينك كده، انا بخاف افتحه الحقيقه بالزبط. فحضرتك تقولي لنا ايه برضه؟ طبعا مش دايما، لانه المواقع بقول لك زي دلوقتي بترصد الاهتمامات يعني مثلا لو حضرتك مهتمه بالشوبينج عندك اطفال فتلاقي دايما طب هو عارف منين، فده نتيجه السيرش والبحث، فده المجموعات اللي بتتصيد بيها، او تيجي لك رساله تم وقف حسابك البنكي برجاء ادخال حاجه ثانيه طبعا كمان. كل دي حاجات دي حاجات بعد كده بياخد بيقدر يخش يبقى عنده اكسس على موبايلك او على بريدك عارف كل معلوماتك صورك ده وابتدي يتم الابتزاز بيها. اما في النوع الثاني اللي بتحصل دلوقتي اني مثلا انا صديقه عند ميرفت حد يخترق الاكونت بتاعي ويبعت لها هي كانه انا ويبعت بقى الكتير قوي من صحابي فبيتعاملوا معايا على انها دي نانسي اللي بعت لنا، فبيبتدوا يبعتوا انا نمره تليفوني ضاعت فمعلش ابعتي لي نمره تليفونك ضاعت مني فبعتيها لي، ممكن ياخد ارقام كتير بتاعت ناس وفعلا يتم يعني الابتزاز بالشكل ده. ما هي بنحاول نحرص لكن الحرص مش هيمنع وقوع الجريمه. صحيح. دي خطوات بنقولها اوليه للناس اللي يعني يا ربنا يعني يحفظهم وما تعرضوش لده، لكن بنتكلم على المستوى الثاني الناس اللي بيتعرضوا للابتزاز، ويمكن اغلب المشكلات اللي وقع في مجتمعنا المصري انه الابتزاز واقع على بنات وستات، في منهم في اعمار صغيره انه بيتم استخدام الصور او رسائل ضدهم وبيبقى تهديد مقابل ان هو اللي بيهددهم ده عايز منهم حاجه، اما لو خطيب سابق او زوج سابق او زميل ليها مقابل ان هي تعمل معاه علاقه او تجيب له فلوس او تاخد، فبيبقى بيهددها بصور. وبالمناسبه مش كل الصور لازم نروح لذهننا ان هي حاجه اباحيه او حاجه خاصه او كده، لا بالعكس ممكن يبقوا اتنين مرتبطين عادي واللي بينهم رسائل يعني عاديه، رسائل فيها ود فيها مشاعر او صور، بس صور ما فيهاش القبح اللي ممكن نتكلم فيه، فبيبقى بيهددها لانه عارف خصوصيه اهلها، ان طبعا وعارفين ان الثقافه عندنا هتقول ايه وانت ايه اللي خليكي تدي له صوره زي دي او بتاع، فبيبتدي يبتزها اذا ما جيتيش او اذا ما عملتيش او كده. فده مهم ان احنا بنقول للبنات اما ان هي بتعمل بلاغ على الانترنت وطبعا بعد كده بيتم التواصل معاها، او احنا بقى عندنا مباحث الانترنت دلوقتي موجوده في وحدات مديريات الامن وفي العباسيه هنا في القاهره، او لو هي مش قادره ان تاخد الاجراء ده طبعا علشان تبعته لانه الاهل والاسره يعني صحيح. في الاغلب للاسف بيكونوا متخاذلين مع البنت وممكن يعني ده يعمل كوارث على حياتها، ان ممكن تتوجه لاقرب مؤسسه اهليه بتكون مهتمه او معنيه بال الجزء ده، وهم بيكون عندهم الطرق والاساليب اللي بيقدروا يوفروا لها بيئه الحمايه قدر المستطاع. يعني هي دلوقتي احنا اتعرفنا ان اشكال التحرش الالكتروني دي كتير قوي زي ما حضرتك ذكرت لنا على مدار الفتره او الفتره اللي احنا كنا من ساعه ما اتقابلنا يعني في بدايه اللقاء، لكن حضرتك قلتي لو حد حصل معاه اي مشكله يتوجه لمباحث الانترنت، طيب انا هثبت ازاي اني حصل معايا المشكله دي؟ يعني انا هروح قد ايه اثبات المشكله وان انا اعرضها للمختصين في مباحث الانترنت ده ممكن هيفرق معايا او ده هيساعدني انا سواء بقى في ابعاد الشخص اللي بيحاول يأذيني او بيحاول يبتزني ده، وفكره دور المؤسسه بتاعت حضرتك ممكن يساعدني في ايه في حاجه زي كده؟ اولا همسك اول نقطه اللي هو ازاي تثبت، طبعا بكل طرق الاثبات اللي خاصه بالجريمه دي، ان لو معاه سكرينات من الرسائل اللي بتيجي للشخص ده وانت تحتفظ بيها، بنقولها ما تقفلش الاكونت لانه فتره قفله وفتحه ده ممكن يبقى بيقلل او بيضعف القضيه، لو معاها فيوزات يعني رسائل صوتيه او بتاع بيتاخد بقى على سبيل الاسترشاد، طبعا مهم يبقى رقم الشخص اللي بيهدد او الاكونت بتاعه معروف يعني عارفه انه ده
وكل ما كانت البيانات دقيقه، لان هو بس للاسف انه عبء الاثبات في الجريمه دي بيقع على الضحيه، يعني هي اللي عليها تثبت وتلف وتدور وتعمل كل الاجراءات اللي المتاحه علشان تقدر يتاخد بيها. الجرائم طبعا متعدده، يعني كان الاول في قانون العقوبات، في عنده جرائم يعني التجريم او العقوبه بتبدا من سنتين بتصل لخمس سنين حسب الجرم ومدى تاثيره على الضحيه، وغرامه بتبدا من 100,000 بتوصل ل 300,000، وقانون اللي هو الخاص بتقنيه المعلومه اللي هو ده الحديث اللي هو في 2018 دون برضو عدد الجرائم وممكن بتوصل احيانا ل 15,000. ده في حاله لو هي اثبتت وابتدى ياخد مع المتهم ده اجراء. طيب حضرتك كمؤسسه ممكن تساعديني انا في حاجه زي كده ازاي؟ يعني انا جايه اقول لحضرتك ان انا حصل معايا 1 2 3، حضرتك هتقدري تساعديني ازاي؟ لسه هقول لك، بالمناسبه كان النهارده وانا قبل ما انزل اللقاء كان في يعني بنت جايه لنا عندها مشكله مع خطيب سابق ليها، وابتدى ان هو يهددها وبيسلط عليها ناس ورسائل وكده. انا الاول طبعا بعد ما بسمع منها وبعرف طبيعه المشكله وطبيعه علاقتها بالجاني، لو كان من دوائر المقربين ليها، لو حد معرفه بعيده، يعني لازم الاول بحدد مين هو الشخص، عارفه بياناته وعارفه وسائل التواصل معاه، بسالها عن مدى امكانيه هي حابه تاخد اجراء قانوني ولا لا، لان زي ما قلت مش طول الوقت الاجراء القانوني ممكن يكون اسلم حاجه بالنسبه ليها مع اسرتها. صحيح. يعني هل اسرتها داعمين ليها ولا لا، واقفين جنبها او لا. لو قالت لا طبعا مش حابه اهلها يعرفوا، بحاول الاول اعرض عليها ينفع اكلم حد من اهلك، يعني احنا لينا اسلوب، بيبقى في اخصائي اجتماعي، بيبقى في محامي. البنت لو غلطت، يعني دايما بقول للاهل كده، يعني ما هو في طرفين في الغلط، يعني فخلينا الاول اقف جنبها واساعدها، لان انت لو خسرتها يعني يمكن الله يرحمها بسنت في 2018 كانت اول، يعني مش اول بس هي الجريمه اللي شدت الانتباه العام انه انتحرت نتيجه الجريمه، هي ما عملتهاش وكانت خايفه من فانت لو خسرت بنتك ولا تقف دلوقتي جنبها وتساعدها وبعدين نعاقب. نقطه مهمه قوي على فكره بتتكلمي فيها جدا، يعني اول خطوه هم الاهل، لو هم داعمين هي هتكمل في الخطوات الباقيه. لو لقيت في استجابه من الاهل بنكمل وبناخد الاجراء القانوني، لو كان في صعوبه بحاول اتواصل مع الشخص المبتز دوت، ولينا بقى الاساليب ان احنا بنتكلم وبنشوف الدنيا. حتى الميديا تهتم قوي بالنقطه دي، فكره ان انا اكون سبورت او داعم لبنتي من خلال المسلسل دل راجل. الحقيقه يعني البنت غلطت وغلط فظيع، لكن برضو الاب وقف جنبها وسندها وكان السند والداعم ليها. خلينا برضو نروح لنقطه تانية مهمه جدا، فكره الصور. الحقيقه البنات الصغيرين فرحانين قوي بنفسهم ويخرجوا مع صاحباتهم يصوروا ما اعرفش، وعايشين اللحظه الحقيقه اكيد. ففكره الصور اللي احيانا بتتاخد وبالذكاء الاصطناعي اللي كلنا بنسمع عنه، بياخدوا الصوره ويركبوا عليها فيديو تاني خالص، او صوره مثلا لابسه لبس لا يليق او ايا كان. فالبنت تعمل ايه في الوقت ده لو فعلا صورها اخترقت وخدوا صوره وركبوا عليها حاجه تانيه خالص؟ المفروض اول حاجه تروح تعملها ايه؟ هي بتعمل البلاغ لو عارفة، زي ما قلنا برضه يرجع للشخص اللي قام بتهديدها ده أو الحساب بتاعه معلوم، بتوجه لمباحث الانترنت وهم بيعملوا تحريات على الحساب دون وبيحاولوا يجيبوا البيانات بتاعته، وفي جرائم كتيرة تم وقفها. هي الإشكالية الأصعب دلوقتي واللي بتواجه الدول مش بس مصر، لأنه الابتزاز الإلكتروني مش جريمة خاصة بالبنات في مصر، أي جريمة عالمية، أنه لو حد من خارج الدولة ده لي بقى يعني يعني أدوات وآليات، وبتكون حقيقة معقدة جدا في التتبع. صحيح. والتحقيق وغيره. لكن احنا طول الوقت بنقول نتحرى، يعني ايه ناخد حذرنا، انه دلوقتي بقت البرامج الكتيره اللي احنا بنستخدمها زي السناب شات وغيره من التيك توك ومش عارف توك ايه، وده للاسف شجع الناس ان هي تعرض حياتها الخاصه. صحيح. مقابل بقى الشهره مال او غيره، لكن هو مهم يبقى في وعي ان ده ليه تبعات. زي بقى ما تحب، عندها الجزء القانوني تقدر تتحرك فيه، عندها في جزء المؤسسات ممكن تلجا اقرب شخص يكون داعم ليها وتبتدي ان هي تاخد النصيحه منه، وممكن يحاول يتواصل مع الشخص المبتز، لانه احيانا بيكون الشاب مش واعي، يعني ممكن يبقى الشاب كمان هو ما عندوش الوعي او طالع ان انا راجل هعمل اللي انا عايزه، انا ولد مش هيهمني مش هيعبني. فلا، لما بكلمه ان انت كمان هتتعاقب وان انت كمان هتبقى سيء السلوك وسيء السمعه، لان خلاص انا هتحرك ضدك باجراء قانوني. صح. فبالتالي انت كمان حياتك خلاص هتقف، يعني وهيبقى انت نفس سمعه البنت نفس سمعه الولد. صح. فده كمان بيبقى مهم. طيب احنا بنتكلم عن فكره حد ما نعرفهوش هاكر دخل اخذ صور بكومنت بلينك بعته ودخلنا عليه الكلام ده كله. طيب
طيب المشكلة لو حد من الأقارب، زميل مثلا في العمل، مدير في الشركة اللي أنا فيها أو مديري، ساعتها أعمل إيه أو هتصرف إزاي؟ طبعا لو مديرها او حد زميلها في الشغل، كل منظمه او مؤسسه بيكون لها دليل سياسات خاص بيها، وبيبقى في اجراءات قانونيه بتتاخد على طول. بمجرد ما زميلي بيضايقني او ده او ده، بيتعمل حسب لوائح والسياسات. اذا ما كانش تتوجه لما المدير ممكن يعني مثلا الست تسكت تقول لك ده مديري، ما هو انا هعمل ايه، ما انا مجبره ان انا استحمل رزالته عشان خاطر ما يرفدنيش. هم معقول الاداره بتاعت المكان او كده هيصدقوني انا كدبوه هو؟ فأكيد بيبقى في حاجات معينة بتبقى لصالحها. إيه الحاجات أو الإجراءات اللي هي تعمل حسابها أو تبتدي تجمعها عشان تعمل قلنا مهم جدا جدا تخلي طول الوقت الموضوع ممسوك على الشخص. بمعنى أنه زي ما قلنا الفيوسات، رغم أنه بيتقالك لازم تصريح نيابة بيكون صعب، لكن في بعض الأحيان وفي القضايا المهمة جدا بيتاخد بها على سبيل الاسترشاد. فمهم جدا تبقى عندها تسجيلات صوتية، عندها سكرينات من الرسائل اللي بتتبعت، حتى لو بيخلي حد او اي يعني رقم تليفون تاني بيكلمها. تبقى مهم جدا بتجمع الداتا دي، لو في شهود مثلا داخل الشغل اللي هي بتشتغل فيه انه فعلا بيحصل مضايقات، انه هو بيغلس عليها هي بالذات، انه بيتكلم عليها هي بالذات مع زميلها بطريقه غير لائقه. دي كلها حاجات بتعزز الموقف بتاعها، لانه طبعا بما ان الجريمه بتتم في الفضاء بيبقى فيه صعوبات شويه في لكن ابتدوا دلوقتي يعني الحلو ان بقى في وعي، وبقى في تحركات، وبقى في استماع، وبقى في تصديق للناجيات اللي بيتعرضوا لحاجه زي كده. الحقيقه هو موضوع يعني تقول لك هو بيني وبينه، يعني ما حدش شايف، هو ممكن يكون قال لها او بعت لها ومسح، يعني فاهمه. ففي ناس بتبقى حريصه قوي انها ما يبانش عليها حاجه يعني. على طول، ما دلوقتي برضه على قد ما الموضوع في صعوبه، لكن هو قبل ما يعني انت وصل لك وقريتي، يعني هيمسحها على الاقل بعد ما قريتي، والا هو مش معقول هيبعت لحد موثوق فيه. يعني الفويس كمان عشان لو قلنا مش عارفين نحفظه فيه، لا هو بيكلمها انا خلاص عرفتي مثلا ان نانسي بتضايقني، هتتصل انا عارفه رقمك او اي رقم غريب، انا دلوقتي في وضع ان انا في وضع تصيد، فاي رقم غريب بيجي لي في الفتره دي، يعني احنا مثلا احيانا بتعرض من الازواج مثلا، فعارفه ان اي رقم غريب في راجل هيتصل هيشتمني دلوقتي او هيقول لي كلمه، فبحاول اعمل تسجيل للمكالمه دي. خلاص طلعت المكالمه بسلام، انا ما خسرتش حاجه، طلعت فيها مشكله لا، على طول ببقى مسجله دون، مع اذا كان في زي ما قلت لحضرتك اول ما بيتبعت الرساله على طول بعمل سكرين شوت وانا بقراها وبحتفظ بيها، هو بقى بعد كده دلتها عملها ما هي بالرقم التليفون دي. كلها بتسهل يعني. نروح لنقطه مهمه جدا، ثقافه مجتمع، فكره ان انا لو بلغت انا هدخل اسم، انا في اجراءات، في محضر، في هقعد بالساعات جوه الاسم، وحتى يعني لو حضرتك تفتكري حتى في رجاله تقول لك ايه ده انا ما بدخلش الاسم غير لما بعمل البطاقه بتاعتي، كانت منتشره قوي زمان، ولا الستات ولا الستات. فهتلاقيها فكره ان انا هعمل محضر، يعني انا هروح في مكان انا بخاف ادخله اصلا، وكمان الاهل يقولوا لها اسكتي بقى ده ممكن ياثر على سمعتك لما تيجي تتجوزي، الناس هتتكلم عليكي، انت مش هتلاقي عريس بعد كده يتقدم لك. فالثقافه دي حضرتك النهارده تقولي لنا ايه؟ لازم نتخلى يعني بجد، ما انا برضو كل حاجه لها ضريبه، واحنا ما بنتغيرش في يوم وليله. يعني احنا دلوقتي مثلا ممكن من 10 سنين ما حدش كان يصدق ان في قضيه زي دي، وكانت هتبقى برضو عيب وانتوا بتلفتوا نظر الناس وحاجه زي كده. فمهم جدا ان لا، انا لازم اخد اجراء ايا كانت، كل حاجه لها ضريبه، يعني انا كل حاجه لها ضريبه. فمهم جدا، ما انا لو تغاضيت وسكت انا بساعد حد تاني ان يقع فريسه لنفس الشخص، وان الشخص ده تزيد مساحات الضحايا بتاعته. الحاجة التانية انه مهم جدا جدا، يعني انا في كل لقاء او في كل فعلا اي مداخلة بعملها، الاهل يا جماعة يعني لازم نتقبل الغلط، مين فينا ما بيغلطش، يعني لازم نتقبل الغلط بتاعنا ايا كان. انت مش مستعد تخسر بنتك وهتندم على لحظة زي دي، مش مستعد تخسر ابنك، اقف جنبها وادعمها وساعدها، وخلينا بعد ما نخلص نبتدي نشوف العقاب ايه. احنا مش بنبرر الغلط، لكن بنقول مهم ندعم ولادنا وقت ما يغلطوا ونقف جنبهم ونساعدهم. انه دلوقتي
مهم جدا لو راحت اسم الشرطه، احنا بنطالب طبعا اكيد وبنقول طول الوقت انه يبقى في تدريبات لرجال الشرطه للقائمين على الانفاذ، انه ازاي يتعاملوا في مثل هذه القضايا، في استجابه في بعض النيابات انه بيتم التدريب وبقوا على وعي وملمين بالجزء ده. مهم يبقى معاها محامي، لانه طبعا هي هتكون مرتبكه والاجراءات زي ما بقول طويله وبتكون معقده جدا، فتقدر ان هي تستعين بمحامي خاص او من مؤسسات اهليه بتشتغل في المجال ده علشان يقدر يكون معاها. مهم جدا ده احنا بنقوله ان يبقى في حد اخصائي نفسي داخل الاقسام او داخل دوائر التحقيق، علشان كمان انه يهدي الضحيه ويبقى معاها خطوه بخطوه، وكمان يبقى بيرشد اهلها يتعاملوا ازاي في الفتره احنا دي. في القاهره يمكن بقى الفكر مستنير اكتر، لكن انا لما بسال حضرتك على السؤال ده يمكن بنوجه اكتر الرساله دي لاهالينا في الريف واهالينا في الصعيد، لان لسه في بعض الناس عندها الهاجس ده، انا ما ينفعش اتكلم ولا ابلغ لان ده هيمس سمعه بنتي وخطوره ده ايه على البنت نفسها. فخلينا النهارده نوجه الرساله ليهم اكتر. تمام، انه زي ما قلت ان الاهل مهم يبقوا داعمين. كل مجتمع ليه خصوصيته وليه ثقافته اللي بتحكمه، وان هيمس السمعه او بتاع الناس بتنسى. يعني ما هو الناس لما سكتت البنت ماتت وما سابهاش في حالها، وثبتت ان هي ما عملتش حاجه وتعرضت بالقوه، يعني عشان انا مش حابه اتكلم في يعني في تفاصيل الجريمه، هي ربنا يرحمها، ولكن رغم ذلك دفعت اهلها دفعوا الضريبه. فاحنا لو بصينا للمخاطر اللي هتقع علينا كاهل او هتقع على اسرتنا، ده هيخلي الناس لا هتقف وتساعد. زي ما قلت هي بنتك ما يعيبهاش حاجه، يعني اذا كانت الرسائل غير حقيقيه ومش مظبوطه فهي ما عملتش جريمه، ده انت بالعكس تفضل واقف وتصر ان تاخد حقها من الشخص ده، ولا ان دي حاجه مش حقيقيه. صحيح. اما اذا كانت حاجه حقيقيه فلاي مدى، انا واحده دلوقتي مرتبطه بشخص او مخطوبه لشخص واثقه فيه والمفروض ان الشخص ده، عايز اقول لك حاجه، الابتزاز احيانا بيحصل من ازواج، عشان بس الناس دماغها اصل واحد ماشي معاه لا ده زوج، يعني ممكن زوج يطلب من مراته تتصور يبقى معاه صور خاصه ليها ويجي بعد كده يبتزها، ممكن صديقه ياخد الموبايل او يسرق الموبايل، ممكن هو اللي يشارك مع صديقه. طيب. فاحنا يعني الواقع فعلا اصعب. طيب. خلينا بما ان حضرتك في المؤسسه وبتشوفي حالات كتير، يعني قولي لنا بعض الحالات اللي انت قابلتيها وفعلا كان في قضيه والقضيه صاحبتها كذبت القضيه دي اللي رفعتها، بس بصوره سريعه. احنا جالنا قضايا كتير، انا مش متذكره بصراحه موقف لان الجزء ده ملمين بيه يمكن زمايل، لكن في بعض القضايا اللي احنا بنحلها بالشكل الودي، لانه في بعض البنات نظرا لحساسيه الموضوع وخصوصيته بتبقى صعب. احنا اتصلنا بالشخص المبتز دون وقابلناه وقعدنا اتكلمنا معاه، وفي الوقت والحال احنا خدنا الموبايل دلتنا كل الداتا وكل الصور وكل الارقام الخاصه بالبنت دي، وخدنا عليه تعهد انه لان هو كمان كان متحامي في حد، يعني دور جداً. المؤسسة كان واضح قوي في القضايا اللي يعني جداً. توجهت له وكان ليه رد قوي وجاب حق البنات، لأنه القضايا قليلة جدا اللي حصل دي، وفي قضايا يعني لسه ما زالت بتنظر، دي كانت تهديدات على الفيسبوك ولسه ما اتحكمش. الحقيقة هو موضوع شائك وحديث المدينة، وفعلا بناتنا وسيداتنا والحقيقة بيتعرضوا كل يوم للحاجات دي كتير. فأنا بشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمة، وفكرة أن أنا لو اتعرضت لا قدر الله لحاجة زي كده أتوجه لفين وأعمل إيه. أنا بشكر حضرتك جدا. كان معنا أستاذة نورة محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا نورة بجد، وشرفتينا، وشكرا ليك يا ميرفت، شكرا ليكم مشاهدينا. يا رب حلقتنا النهاردة تكون أفادتكم. استنونا في حلقات تانية ويوم الخميس القادم قبل ساعة من دلوقتي في حلقة جديدة ومانية جدا.